نعم، يعني فعليا لربما الهدوء في تلك المسيد الموقف عقب اقتحام فجر هذا اليوم، طال اعتقال 3 شبان فلسطينيين قبل انسحاب جيش الاحتلال وتعرض الاليات العسكريه الاسرائيليه لاطلاق نار. تبنت كتائب شهداء الاقصى المسؤوليه عن الانخراط في هذه الاشتباكات المسلحه، لكن في هذه اللحظات ومع بدايه فجر يوم جديد في مناطق الضفه الغربيه، تشهد مدينه طوباس اقتحاما واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعزيزات مستمرة حتى هذه اللحظة. طوال الساعة الماضية منذ بداية الاقتحام لم تتوقف هذه التعزيزات من المحورين الشرقي حاجز تيسير والجنوب شرقي من بوابة عطوف باتجاه المدينة، عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن الاحتلال دفع في الدقائق الماضية بجرافة عسكرية إسرائيلية في هذه اللحظات إلى وسط المدينة وسط تبادل لإطلاق النار واشتباكات مسلحة عنيفة في أكثر من محور. الاقتحام حقيقة الذي نشهده في هذه اللحظات لمدينة طوباس هو اقتحام غير مسبوق، سيما وأن الاقتحام يشمل كافة أحياء ومناطق المدينة في الانتشار العسكري للآليات العسكرية الإسرائيلية وانتشار قناصة الاحتلال الإسرائيلي. تتركز حتى هذه اللحظة حملة المداهمات في منطقة السوق القديم في مدينة طوباس، وبطبيعة الحال تستهدف عائلات الشبان المطاردين والمطلوبين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتزامن مع هذا الاقتحام هنالك اقتحام آخر في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس والتي لا تبعد سوى 7 كيلومترات عن المدينة. في بلدة طمون في هذه الأثناء اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وكذلك أيضا استهدافات بالعبوات الناسفة باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك أيضا كما وردنا من مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل حتى هذه اللحظة فلسطينيين، أحدهما والد أحد المطاردين بهدف الضغط على نجله لتسليم نفسه لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وحملة المداهمات لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة داخل بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس. طبعا تشهد المنطقة بطبيعة الحال تشويشا كبيرا على شبكات الاتصال والإنترنت بالتزامن مع هذا الاقتحام المستمر وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في عدد من المناطق. مجددا كما يرون الآن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا آخر من المنازل في مدينة طوباس، وهي تستهدف بطبيعة الحال منازل لشبان مطاردين يطالبهم جيش الاحتلال بتسليم أنفسهم في المنطقة. طبعا قام الاحتلال بتوزيع منشورات بهدف التحريض على الأذرع العسكرية سواء في طوباس أو في بقية مناطق الضفة الغربية. اقتحامات أخرى متزامنة، كان هنالك اقتحام خلال الساعات الماضية لبلدة كفر قدوم إلى الشرق من مدينة قلقيلية، وفي هذه الأثناء هنالك اقتحام لبلدة حجة شرق مدينة قلقيلية، واقتحام لبلدة الجلبون إلى الشرق من مدينة جنين في هذه الأثناء. في وقت سابق قبل منتصف الليل أعلن عن استشهاد شاب فلسطيني متأثر بإصابته يوم الاثنين في بلدة بورين، حيث أصيب بجراح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واستشهد آنذاك قبل يومين الطفل عمرو النجار 10 سنوات. لترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر في مناطق الضفة الغربية إلى 425 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما بلغت حصيلة الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال ضمن حملة المداهمات وهي كناتج وحصيلة للاقتحامات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من 7450 حالة اعتقال، غالبيتهم وجه الاحتلال الإسرائيلي تهم الاعتقال الإداري. بطبيعة الحال هذا يعني الاعتقال دون تهمة، وهي فقط الإبقاء على المعتقلين الفلسطينيين ضمن سيناريو التنكيل وزيادة أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. نعم، يعني هل كانت هناك اعتقالات في الساعات الأخيرة يعني في أي من مدن الضفة خالد؟
يعني هنالك حملة اعتقالات سواء على الحواجز العسكرية التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوضعها بشكل مفاجئ بين القرى الفلسطينية أو حتى بين المدن الفلسطينية، على الأقل مما استطعنا رصده خلال الساعات الست الماضية هنالك نحو 5 معتقلين يضاف إليهم معتقلان قبل قليل في مدينة في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس. وبطبيعة الحال يعني لازلنا في الساعات الأولى حسن من الليل، عادة هذه الاقتحامات تبدأ ما بعد منتصف الليل بشكل واضح وكثيف، تستهدف مناطق شمال الضفة الوسط والجنوب. يعني في الوقت الذي تشهد الآن مدينة طوباس وبلدة طمون وأطراف من مدينة قلقيلية وأطراف من مدينة جنين سلسلة اقتحامات، هنالك اقتحامات الآن في محيط مدينة رام الله ولربما تتوسع إلى محيط بيت لحم والخليل، وبالتالي عادة تكون الاقتحامات واسعة وشاملة ودموية، وبطبيعة الحال تستهدف زيادة غلة الأسرى أبناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، سيما وأنها بطبيعة الحال تتركز لاعتقال إما نشطاء أو بتهم التحريض أو الانخراط ضمن الأطر العسكرية الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية. نعم. أيضا أنت يعني كنت قد أفدتنا قبل نحو ساعتين باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال قبل يومين، يعني من خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بورين جنوب نابلس، ما التفاصيل الخاصة بهذا الحادث؟ نعم بالفعل، أعلن مستشفى رفيديا بمدينة نابلس عن استشهاد الشاب محمد محمود عيد 19 عاما متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر قبل يومين يوم الاثنين عندما اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة بورين، وأصيب خلال هذا الاقتحام 3 فلسطينيين بينهم طفل أصيب بالرأس، استشهد الطفل فورا وهو الطفل عمرو النجار 10 سنوات كان برفقة والده داخل المركبة، وتزامن تواجده بإطلاق الاحتلال للرصاص الحي بصورة عشوائية ما أدى لإصابته، واستشهد وشيع البارحة. وهذا اليوم الشاب محمد عيد 19 عاما نتيجة الإصابة الحرجة في الصدر طبعا أعلن عن استشهاده، فيما أن الإصابة الثالثة كانت لشاب بجرح عميق بالرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح. طبعا ترتفع بذلك حصيلة الشهداء في مناطق الضفة منذ 7 أكتوبر وحتى هذا اليوم إلى 425 شهيدا وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية. بلدة بورين بطبيعة الحال إلى الجنوب من مدينة نابلس تتعرض لسلسلة من الاعتداءات المركزة والمكثفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء بإغلاق مداخل البلدة أو تنفيذ سلسلة المداهمات أو تعرض البلدة لهجمات المستوطنين من قبل مجموعات شبيبة التلال القريبة على البلدة، وتحديدا التي تلك الهجمات التي تخرج من مستوطنة يسهر جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك خالد بدير مراسل الغد، كنت معنا من طول كرم في الضفة الغربية.